كان من المفروض أن يكون معانا اليوم ضيف وهو مدير النجدة العام، مدير نجدة بغداد. لكن خلال 3 أيام احنا نتواصل مع المكتب الإعلامي أو الدائرة الإعلامية لمديرية النجدة العامة، وتم الاتفاق أن يكون الموعد وموعد التصوير حسب ما هم حددوه على أوقاتهم أنه يكون بعد الإفطار. أجلنا الكادر كله أنه يكون بعد الإفطار، ولكن نتفاجأ وقبل ساعة أو ساعة ونص من موعد التصوير اعتذار مفاجئ. ما نعرف مدى اهتمامكم بالإعلام أو مدى إيمانكم برسالة الإعلام، لكن عدم التزامكم بالموعد هو عدم التزام بالفكرة التي من المفروض أن تصل إلى المواطن، وهي عدم احترام للمواطن والمشاهد في نفس الوقت. نحن بحاجة أن نصل إلى المعلومة من خلالكم، أنتم المصدر الرئيسي لما تطلبون من عندنا أن استقاء المعلومات كإعلام من مصدرها الرسمي، ويمتنع المصدر الرسمي بعد ترتيب 3 أيام وموافقات من إعلام وزارة الداخلية يرفض يطلع السيد مدير النجدة العام. فهي تحية أيضا إلى السيد وزير الداخلية والسيد اللواء سعد معن مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللي دائما مساندينا ودائما نحن نوفر الضيوف بالداخلية من خلالهم. تباحثنا معهم في موضوع الكتاب اللي صدر من رئاسة الوزراء بمنع ظهور القادة والأمنيين على الشاشات، لكن تبين أنه هذا إجراء فقط بعدم التصريح، لكن إذا كان موضوع يخص دائرتك ويخص مديريتك بعد أخذ الموافقات الرسمية بكتاب رسمي وباتصالات هاتفية المفروض تطلع ويانا يا سيادة مدير نجدة بغداد. هاي تحية للسيد الفريق أيضا وزير الداخلية. نحن نتمنى أن يكونون الجوانب الإعلامية أو الجانب الإعلامي في مديرياتكم يهتمون أكثر بالقنوات الفضائية وما يضيعون تعبكم. أنتم نعلم عليكم ضغوط ووزارة تعمل على مدار الساعة، لكن لا تسمحون أن تضيع هذه الجهود بسبب عدم ظهور أحد القادة أو أحد المسؤولين عن الإعلام. ليش خالين مسؤولين إعلام إذن إذا تعتذرون في الدقائق الأخيرة؟ مع العلم خلال 3 أيام احنا كنا جاهزين، وحتى الأسئلة وحتى المحاور اللي راح نتحدث بها في هذه الحلقة طرحناها أمام الإعلام، إعلام مديرية النجدة العامة، لكن نفاجأ بقبل ساعة من التصوير أنه ما يقدرون يحضرون، وما نعرف السبب. بكل الأحوال الغايب عذر معاه، لكن نتمنى اهتمام أكثر بالسلطة الرابعة واحترام أكثر وتقدير أكثر لقنواتنا الفضائية اللي بالنهاية هي دا تنقل منجزاتكم وكل ما يخص هذه الوزارة.